طيب احلى حاجه بتذكرها بالنسبه للاكل في المطبخ دائما بتكون مع امي. كنت بحب دائما بعد ما هي تخلص الطبيخ انه انا اكل اخر حاجه فاضله في الحله. فبتذكر دائما لما تعمل طبيخ كستر اي حاجه انا دائما بحب اخذ المعلقه واكل الحاجه الفاضله في الحله تحت. فمن هنا بقول لامي يعني شكرا جزيلا على كل الحاجات اللي علمتيني لها. انا عارفه انه ما كنت بحب ادخل المطبخ معاكي كثير. دائما بحاول اهرب من المطبخ، لكن حاليا جيت اشتغلت هنا في لابلاس كومون مع سينيا كيبيك. So I feel very happy. بتعلم حاجات كثيره دائما بتذكرك، بتذكر كل حاجه علمتيني لها. شكرا يا ماما. شكرا. Yes.